بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. شرحنا قبل كده الإسقاط، وشرحنا في الفيديو اللي بعده إزاي تقسم من رسمة واحدة لو ما عنديش إلا إسقاط لرسمة واحدة في اللوحة بتاعتي. النهاردة هشرح لو أنا عندي 3 رسومات عايز تعمل لهم الإسقاط إزاي أحطهم في اللوحة بتاعتي. أول حاجة، هنا مشكلتي مش في إن أنا أوزع دي إزاي جوه دي، أنا مشكلتي إزاي أصلا أقسم الخطوط بتاعتي دي. في بعض الأحيان بعض الناس او بعض الدكاتره في المحاضرات بيقول لك قسمها 3 3، لكن ده تقسيمها غير عادل. اشمعنى؟ ممكن تكون عندي رسمه صغيره ورسمه كبيره، فيعني هتبقى التقسيمه مش عادله خالص، الاقي حته مزنوقه قوي ولا حته كبيره قوي. يعني الصح اللي انا شايفه بصراحه صح تقسمها نسبه وتناسب. ازاي؟ باجي اقول انا طبعا جايب ابعاد المساقط زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، عرض المسقطين دول هيطلع عندي 50، عرض المسقطين ده 90، وعرض المسقطين دول بالنسبة لي 80. خلاص، أجي أجمع التلاتة بتوع التلات عروض بتاع المسقط ده 50 و90 و80. خلاص، 50 و90 بتوع 140، و140 و80 220، يبقى عرض الثلاث مساقط 220. باجي اقول اول واحده اللي هي ال 50 على 220 طلع لي رقم، وليكن مثلا انا هسميه اس. 90 على 220 اسميه ال. بعد كده ال 80 على 220 واسميه ال. يبقى انا عندي عرض المسقطين، نسبة عرض المسقطين اللي هم 50 من عرض المسقط كلها اللي هو 220، اللي هو 50 على 220. بعد كده نسبة عرض ال 90 من عرض المسقط كلها اللي هو 90 على 220. نسبة عرض المسقطين دول من المسقط كلها اللي هو 80 على 220. يبقى انا كده طلعت نسبة كل عرض فيهم، عرض كل المسقطين فيهم من الشكل كله. ارجع بقى اطبق الكلام ده على الدبليو الكبير ازاي؟ باجي اقول اس دي اللي هو عرض المسقطين دول في الدبليو هيديك بعد الحته دي بالظبط، يبقى يديني بعد الاولانيه، الرسمه الاولانيه دي. يبقى اجي من عندها واشد خط، بعد كده نفس الطريقه ال اللي عندي دي في الدبليو هطلع لي بعد الحته دي. خلاص، باجي من عند الحته دي وبشد خط. لو عايز تجيب بعد دي طبعا خلاص، يعني انت عارف الدبليو وعارف عرض دي وعارف عرض دي، خلاص عايز تجيب عرضها خلاص مفيش مشاكل، برضه بتقول الام اللي عندك دي في الدبليو خلاص هيطلع لك الشكل اللي هنا. يبقى تاني بكل بساطة احنا عملنا ايه؟ انا عندي ابعاد المساقط زي ما انا عارف اشكال المساقط بتبقى عاملة ازاي وابعادها هتبقى عاملة ازاي. بجيب العرض بتاع المساقطين دول بجمعهم يطلع لي الرقم ده، وبجيب عرض المساقطين دول ويطلع لي الرقم ده، وبجيب عرض المساقطين دول ويطلع لي الرقم ده، بجمعهم يطلع لي الرقم اللي عندي. بقسم بقى عرض المساقطين الاولانيين على 220 اللي هو عرض المساقط كلها، طلع لي رقم. الرقم ده لو ضربته في العرض الكبير بتاع اللوحة هيطلع لي بعد الجزء ده، باجي من هنا وبشد خط. وكذلك برضه المسقطين اللي عندي اللي هو 90، اللي هو 90 لما قسمته على 220 فانا اضربه في الدبليو الكبيرة هيطلع لي عرض الجزء ده. خلاص، باجي هنا وبشد، وكذلك برضه الجزء اللي هنا ده عرضهم 80 و 80 على 220، وباجي عند الخط ده بشده لو انت جاي من ناحيتي. خلاص، مفيش أي مشاكل بالنسبة للكلام ده بكل بساطة. بنيجي بالنسبة للجزء الرأسي بقى، ده احنا شرحناه قبل كده. لو أنا عايز أقسم جزء واحد في لوحة، بعتبر دي إن ده اللوحة بتاعتي وبقسم بقى الرأس عليها عادي. هل مثلا أنت عايز المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة دي، أو أي حاجة من الـ3 حاجات اللي احنا ذكرناهم قبل كده في تقسيم رسمة واحدة في اللوحة. كده يكون بكل بساطة انتهى الفيديو بتاعنا في شرح طريقة تقسيم أكتر من رسمة في لوحة واحدة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، وتشوفوا بقية الفيديوهات من البلاي ليست اللي تحت الفيديو، وتعملوا لايك وشير للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.